علاش تلقى بعض الناس ما يأثرش الحج في سلوكهم؟ تو سامبلومون خاطر فما عباد يحبوا البرستيج ويمشيوا بور ظهروا قدام العبادة، وإحنا مشينا للحج كيف يمشي للحج من الأول مرة عنده مبدأ شنو القلب نتاعو شو يوصل مليان بالإيمان، يرجع مليان بالإيمان ما يرجعش ناقص. فهمت؟ المهم هو مش يقوم بشيء مقدس قدام ربي وقدام كذا، يخاف من ربي قبل ما يخاف من العباد. أولا لأنه النية لولا الصافية ما هيش صافية خالصة للحج. نسبة كبيرة نعرفوهم الحجاج يمشيوا النية فيها التجارة أكثر من أنه يكون حج. إذا باش يمشي مخه ما هوش مركز 100% مع ربي، قلبه زاد مش مركز مع ربي، كي يرجع بطبيعة الحال باش يرجع سلوكه جزئيا يتأثر، يقعد هكا جماعتين ثلاثة ومن بعد يرجع كما كان. ناس مستانسين بحاجة من قبل يقعدوا حتى ولو يحجوا يقعدوا بنفس الأسلوب. والله ثم اللي ربي يهديهم وثم اللي من الصغر نفس السيستم قاعد ما هو زايد، معناتها عمره ما يتبدل زايد. جست يراوا اللي الحج كم هي فريضة باش يمحوا بها ذنوبهم لا أكثر لا أقل. فهو ما بد حد ما بيغير من سلوك الانسان الا اذا كان طبعا هو اللي اصلا راح عن ايمان عن عقيده. وقت يمشيوا الغديك وك الامور الالهيه والروحانيات يرجعوا لهنيه للبلدان نتاعهم للمجتمع، يقال ثم حوايج اللي هي تجبدهم يعني نحيلهم هاك النور وهاك الخشوع. كل انسان وسلوكه، كل انسان وطبيعته، ثم شكون يتحاشى الحوايج اللي فاتت ويتداركهم ويصلح غلطاته خاطر خسر ماديين وخسر تعب ومجهود وركن من اركان الاسلام اللي هو هام، ولكن ثم شكون يواصل على السلوك نتاعو اللي كان فيه العاده فهمت الله وربي يهديه. خاطر يمشي للحج مش على اساس باش يؤدي فريضه ولا ركن معنا من اركان الاسلام الاساسيه، يمشي مثلا للحج يخسر فلوس ويتعب وكل شيء، معناه مجرد من اجل باش يعيطوا له ياسي الحاج وكهو معناه. والله المساله اعتقد انها مرتبطه بالايمان، يعني بعض الناس ما زالت الايمان في نفوسهم محدود، بالتالي بالنسبه لهم الحج هو مناسبه للتسوق وللزياره والذهاب بقاع المقدسه، لكن بعد العوده للحج نجد ان سلوكهم لا يتبدل لا يتغير. فبعض الناس يذهب للحج حتى يدعى حاجا، وحتى بطبيعة الحال يكون ذلك عامل من عوامل ازدهار تجارته. البعض الآخر يذهب للحج لأنه يمتلك الإمكانيات المادية وللتباهي أمام الأسرة، لكن البعد العقائدي البعد السلوكي في الحج بعض الناس أو أغلب الناس لا يتمثله. بعض الحجاج للأسف لا يتشبعون بالمقاصد، مقاصد الحج ومقاصد المناسك مثل ما يتعلمون المناسك في حد ذاتها. هم يعتبرون ربما أن المناسك مجرد أعمال يقوم بها الحاج في أماكن محددة وأماكن معينة، وعندما يعودون إلى أوطانهم يعودون إلى سالف عهدهم بالأخطاء التي قد يكونون يعني تعودوا على ارتكابها، مثل الغيبة مثلا، مثل آفة التدخين عافانا الله جميعا. في تصوري يعود إلى سببين أساسيين، السبب يرجع للحاج والسبب يعود إلى أهل الحاج. بالنسبة للسبب اللي يعود للحاج أنه مثلا قبل الحج فيتصور أن الحج هو رحلة عناء تعب مشقة، ماشي يمشي الغادي ماشي يلقى ممكن ما يلقاش ما ياكل قداش ماشي يتعب، وبالتالي ما تركزش في ذهنه هذيك الفكرة أن الحج رحلة ربانية رحلة نفسية تطهير من الذنوب. يذكر مقاصد الشريعة من الحج هو مشقة هو عناء، لكن في إطار تطهير النفس وتزكية النفس والسمو بالنفس. وفما شيء آخر لما بعد الحج يعود لأهل الحجيج، وقت يجي الحاج يعدوا له عوضة ما هو يوفروا الجو الروحي الملائم والراحة النفسية، يستقبلوه بالسيارات بالحافلات بالأفراح أحيانا بما لا يرضي الله بما فيه مثلا مخالفة لشرع الله، هذاك الرقصات والحفلات إلى غيره. الحاج وقت يكون في هكا الجو الروحي اللي كان في مكة وكان في المدينة يدخل ويشوف هكا الجو، يبدأ يبتعد رويدا رويدا عن هكا الجو الروحي اللي كان فيه، وينغمس في شؤون الدنيا والأهل والأصحاب، بل أنه أحيانا قد يصيب الرياء وقت يلقى هكا الهالة حوله وهكا الفرح المبالغ فيه.